لنواصل التعلم عن بعد. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في قناة الأستاذ محمد عواد، أستاذ مادة اللغة العربية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو حصة ديال مؤلفات، غادي نشوفوا ظاهرة الشعر، ظاهرة الشعر الحديث بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا أدب وعلوم إنسانية. قبل ما نبدا الفيديو ديالي، ما تنساش دير الإعجاب والمتابعة وتبارطاجي الفيديو مع أصحابك إلى عجبك الشرح وفهمتي مزيان على الدرس هذا. يعني كما كتعرفوا في هذه الحصة هذه غادي نشوفوا قلنا ظاهرة الشعر الحديث اللي ديال الكاتب المغربي أحمد المعداوي. وكما كتعرفوا أن هذا الكتاب يصنف ضمن الأجناس النقدية، يعني هذا جنس نقدي للكاتب المغربي أحمد المعداوي الملقب بالمجردي. فهذه الدراسة النقدية غادي يحاول يتبع لنا مسار ديال تطور الشعر العربي الحديث، يعني غادي يدوي على مسار ديال تطور الشعر العربي الحديث. كما كتعرفوا أن المعداوي هو ولد سنة 1936، كاتب وشاعر وناقد مغربي ابن مدينة الدار البيضاء. يعني تلقى مجموعة ديال الدراسات ديالو بين يعني الثانوية بين الدار البيضاء والرباط، ثم حصل على يعني إجازة الأدب العربي في دمشق، كما أنه يعني حصل على الشهادة العليا في جامعة محمد الخامس بل الأطروحة هذه. يعني هذه كانت هذا الكتاب هذا وكانت سميتو ظاهرة الشعر الحديث، يعني الاسم الحقيقي اللي كان سماه المعداوي الشعر الحديث بين النكبة والنكسة. هذا الكتاب يعني كتبه الأطروحة سنة 1971. فاش تكتب هذه الأطروحة هذه باش تشد دكتورة في الأدب العربي. كما كتعرفوا أن المعداوي هذه الأطروحة ديالو يعني باش يدرس لنا الشعر الحديث قسمه إلى أربع فصول. وفضل الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الفصل الاول المعنون بالتطور التدريجي للشعر الحديث، بمعنى يعني انطلاقا من العنوان غادي نشوفوا ماذا، لان الشعر العربي تطور تدريجي، يعني ان التطور بالنسبه للشعر العربي تطور تدريجي. الشعر الحديث في البدايه ديالو يعني ما جاش تطور بواحد السرعه هائله، لا، تطورا تدريجيا. فهاد الفصل هذا الاول المعداوي غادي يعني يدوي لنا على واحد المدخل، يعني غادي يدوي فيه على مجموعه ديال الاشياء في المدخل، ثم غادي يمشي باش يقسم لنا الفصل الاول الى قسمين، يعني هذا القسم الاول والقسم الثاني غادي يخصوا الحركه الرومانسية، يعني غادي يدوي على التيار الرومانسي. لكن قبل ما نشوفوا التيار الرومانسي، المعداوي في المدخل دوى على مجموعه ديال الاشياء. يعني اول حاجه كيبدا بها المعداوي الفصل ديالو الاول، يعني غادي نكتب على غادي نشرح، يبدا يعني اول خطوه في المدخل، يعني هذه كنسميوها المدخل. يبدا هذا الفصل بذكر اهم شروط تطور الشعر الحديث. يعني قبل ما نبدا ندوي على هاد اهم الشروط، يعني باش نعقلوا على الصفحات اللي انا مهمه، يعني كيبدا الفصل من الصفحه 5 الى يعني 55 عفوا، عقلوا على الصفحات المهمه لان كيعطينا الصفحه باش نحدد الفصل ونتعرف على اش من الفصل كينتمي ليه تلك القوله اللي غادي يعطيني. يعني تشوف المعداوي هذا الفصل الاول بدا اول حاجه اهم حاجه بدا بها المعداوي الفصل الاول ديالو هو اهم شروط تطور الشعر العربي الحديث. يعني هنا اول حاجه دوالينا عليها المعداوي شروط تطور الشعر العربي الحديث، قال لنا هاد الشروط هادو يعني كاينين بزاف ديال الشروط التي ادت الى تطور الشعر العربي الحديث. يعني قالينا الشعر الحديث ما جاش تطور، لا، كاينين مجموعه من الشروط ومجموعه من الاسباب هي اللي خلاتو انه يتطور. قال لك ولكن المعداوي هاد الشروط كاملين كيهمنا فيها جوج ديال الشروط. قلنا المعداوي شنو هما هاد الشروط؟ قال لنا اول شرط الاحتكار الفكري
مع الثقافات ثقافات الأجنبية. يعني أول حاجة قال لنا الاحتكاك الفكري مع الثقافات الأجنبية. يعني هنا شوف قال لنا لو بغينا نطوروا الشعر العربي الحديث ولا بد من أننا نطوفوا على احتكاك، يعني أن العقل العربي أو الفكر العربي ولا بد أن ينفتح على الأفكار الأجنبية. يعني قال لك شوف ما بقاش نغلقوا حول الحضارة العربية كما دارت إحياء النموذج، لا قال لك إلا بغينا الشعر ديالنا يتطور ويصل على المستوى العالمي قال لك ولا بد خصنا نفتحوا على ذوك الناس، يعني يكون هناك احتكاك فكري بيننا وبين يعني بين الثقافة العربية والثقافة الأجنبية. ثم قال لنا توفر قدر أو منح الشاعر، يعني منح الشاعر قدر من الحرية للتعبير عن تجربته. ثم قال لنا ولا بد أننا خصنا نمنحو الشاعر قدر من الحرية، يعني خصنا نعطيو الحرية باش يعبر على التجربة ديالو، يعني مابقاش نقيدوه حول المضامين القديمة والشكل القديم، لا قال لك خصك تعطيه واحد الحرية باش أنه يعبر على التجربة ديالو. قال لك في حالة توفر هاد الشروط هادو سيتطور الشعر العربي الحديث. إذا الإخوان ملي شفنا الشروط، يعني أول حاجة بدا بها المعداوي هي أهم شروط تطور الشعر العربي الحديث، وقلنا الاحتكاك الفكري مع الثقافات الأجنبية، ثم منح الشاعر القدر من الحرية للتعبير عن تجربته، يعني هادو أهم شروط. غادي نشوفوا يعني المعداوي قبل من ذلك يعني باش يقول لنا راه هاد الأشياء توفر في المجتمع العربي، استدل بمجموعة من العصور باش يقنعنا بأن المجتمع العربي فعلا بعد ملي عرف الانفتاح وعرف الحرية يعني هناك تطور، فاستدل بثلاث عصور. اولا العصر العباسي يعني العراق حاليا، هذا العصر العباسي يعني عرف حرية وانفتاح، فماذا وقع فاش عرف يعني من بعد ما عرف العصر العباسي توفرت واحد الحرية للشعب وانفتحوا على حضارات الاخرى خاصة الحضارات الفارسية وغيرها، يعني اثمر تجديد مع ابي نواس وابا دمام وابا العلاء المعارف وابو الطيب المتنبي. شنو هو التجديد؟ يعني قديما الشعراء ديال الجاهليه كانوا كيديروا مقدمات غزليه او طلاليه، يعني البكاء عن الاطلال او المآثر التاريخيه يعني القديمه. فالشاعر العباسي غير من هذه المقدمه فاصبحت مقدمات خمريه، يعني لان كما تعرفون العصر العباسي انتشر فيه الخمر، يعني فاصبح الشاعر يعني ينظم قصائد يمدح فيها لذات الخمر، يعني فاصبحوا يبتدئون دائما بمقدمات خمريه، يعني عقلوا عليها العصر العباسي يعني وهو من بين اشهر الشعراء يعني شاعر الخمريات هو ابي نواس، يعني من اكبر الشعراء ديال الخمريات هو ابي نواس. ثم العصر الثاني العصر الاندلسي، يعني فاش مشينا للاندلس كانت هناك حريه وانفتاح على الحضاره الاوروبيه، فاثمر التجديد في الايقاع العروضي للقصيده، يعني ولا عندنا شعر جديد يسمى بشعر الموشحات او الطرب الاندلسي، يعني هناك مجموعه من النقاد الذين اقروا بانه ليس شعر وصنفوه ضمن الغناء، يسمى بشعر الموشحات، يعني بحال الامداح النبويه. وفي العصر الحديث ايضا عرف حريه وانفتاح، يعني حتى العصر الحديث توفرت الحريه لقدر من الحريه للشاعر والانفتاح، فاثمر تجربتين شعريتين، يعني هذه الحريه والانفتاح اعطتنا جوج تجارب شعريه. التجربه الاولى كان تطور بالنسبه لها تطور تدريجي، يعني شوف الحركه الرومانسيه كان تطور بالنسبه لها تطور اللي هو تطور تدريجي، يعني شويه بشويه. علاش؟ لان كان هناك ما يسمى بالنقد المحافظ، يعني كان مازال يعني قويا وصامدا، كان هذا النقد المحافظ، يعني شوف شنو هو النقد المحافظ؟ يعني دوك الناس اللي
باغي يحافظوا على التراث العربي، كيامنوا بالحضاره العربيه والعادات والتقاليد. يعني فاش كنمشيو للجبال كان باقي كنلقاو ناس محافظين يعني بالثقافه ديالهم، بالاعراف ديالهم، بالتقاليد ديالهم. حتى في المجتمع العربي كاينين ناس مازالوا يعني باقي كيحافظوا على التراث الشعر العربي القديم، كيرفضوا اي تجديد واي تطور. يعني في المرحله هذه كان النقد محافظ، يعني الحركه الرومانسيه اي حاجه كتجي كتبغي تجددها الا كيدير لها النقد محافظ العصا في الرويضه، يعني ما كيخليهاش تطور. داكشي علاش تطور عندها تطور تدريجي، لان النقد المحافظ كان مازال قويا. ثم غتجي واحد التجربه الثانيه في اواسط القرن العشرين، كان التطور بالنسبه لها تطور عنيف. يعني هنا تغيرت شكل القصيده شكلا ومضمونا، يعني تغير التراث العربي القديم بسبب نكبه فلسطين. يعني النكبه هي التي منحت الحريه الكافيه للشاعر. هنا في المرحله هذه في اواسط القرن العشرين انهار ما يسمى بالنقد المحافظ، يعني ما بقاش شي حاجه سميتها النقد المحافظ او الحفاظ بالتراث العربي القديم. علاش؟ لان الناس هنا امنوا بان سبب تخلف الامه العربيه، يعني السبب ديال تراجع الامه العربيه والتخلف ديالها وضياع فلسطين هي التقليد، فرفضوا كل ما هو يعني كل ما له علاقه بالتراث العربي القديم، فاصبحوا يجددون وينفتحون ويتاثرون بالحضارات الاخرى. يعني هذا هما باش يقنعنا المعداوي بان الى توفروا عندنا هاد الشروط يعني غادي تطور الشعر العربي الحديث. يعني اعتبروا العصور الثلاث وفعلا يعني هناك تطور في الشعر. تطور عند الرومانسيين كان تطور تدريجي، ثم تطور بالنسبه لي هذا الشعر الحر غادي يجي يعني غادي يدوي عليه في الفصل الثاني والثالث والفصل الرابع. اما الطيار الذي كان التطور بالنسبه لي تطور تدريجي، يعني خصص له الفصل الاول اللي هو الحركه الرومانسيه. لكن قبل ما ندخلوا دوي في الحركه الرومانسيه غادي نمشيو لثاني خطوه، يعني ثاني خطوه درها المعدوي. الخطوه الاولى دوينا على شروط تطور الشعر العربي الحديث، عطانا جوج ديال الشروط، ثم استدل يعني بمجموعه ديال العصور اللي قنعنا بان راه فعلا هاد جوج الشروط كانوا وراء تطور الشعر العربي الحديث. ثم غادي ننتقل باش ندويو على دور المدرسه الكلاسيكيه في تطوير الشعر الحديث. يعني هنا غادي نحكيو غادي نقلبوا هنا على دور المدرسه الكلاسيكيه. واش هاد المدرسه كان لها دور، يعني كان عندها واحد الدور في تطور الشعر العربي الحديث ولا لا؟ مالينا معدوي فعلا هاد المدرسه هادي كان لها دور في تطور الشعر العربي الحديث. قلنا معدوي شنو هو الدور ديال المدرسه الكلاسيكيه؟ قال لنا كتعتبر النقطة الأولى ديال التحول في الشعر العربي الحديث. قلنا له كيفاش؟ قال لنا لأن لولا المدرسة الكلاسيكية لما تطور الشعر العربي الحديث، لأن هي التي يعني أزالت صفات الغبار والانحطاط، يعني خلصت لنا الشعر من واحد القوقعة ديال الانحطاط ومن الجمود والركود، يعني نقداته وبعثاته وعادت للحياة من جديد، يعني ومهدت وفرشت الطريق باش يبانوا مدارس شعرية جديدة. يعني غادي نقراو الدور ديال المدرسة الكلاسيكية يعني كخلاصة داكشي اللي قال لنا المعداوي. قال لنا يكمن دور المدرسة الكلاسيكية في تطوير الشعر العربي الحديث في كونها النقطة الأولى، يعني هي أول من يعني البداية ديال التطور كان مع المدرسة الكلاسيكية. كيفاش النقطة الأولى في التطور؟ حيث نفضوا غبار الانحطاط عن الشعر وخلصوه من الجمود والركود. قلنا بمعنى انهم خلصوه من رواسب الانحطاط، يعني كان الشعر يعيش يعني ازيد من 6 قرون من الانحطاط والركود. جات المدرسه ديال البعث والاحياء والمدرسه الكلاسيكيه فنقدت الشعر من هذه الرواسب ومن هذا الانحطاط ورجعت له الروح من جديد. كيفاش رجعت الروح لهذا الشعر العربي؟ وولوا وجوههم نحو فترة ازدهار الشعر العربي، يعني شوف حيدوه من هذه الفترة هذه وبغاو يرجعوه للفترة اللي كان فيها الشعر العربي مصدر، يعني فترة الازدهار، يعني بغاو يردوا للطريقة ديال العصر الشعراء الجاهليين والإسلاميين والأمويين والعباسيين، يعني بغاو يردوا لهذه الفترة هذه اللي كان فيها الشعر العربي مصدر، يعني في اوج الازدهار وفي اوج العطاء وكان يعني الجوده ديالو القمه ديالو. كيفاش غادي يوليو الوجوه ديالو يعني ازدهار الشعر العربي؟ فقد تمسكوا بلغتهم واساليبهم البيانيه، يعني الشعراء ديال المدرسه الكلاسيكيه ولاو كيكتبوا حتى هما باللغه ديال القدماء، يعني تمسكوا بلغتهم وحتى اساليبهم البيانيه، يعني ونفس
الصور التي يوظفها الشاعر القديم يستعملها الشاعر الكلاسيكي او شاعر احياء النموذج، واختفوا قطارهم في الافكار والمعاني. يعني حتى تلك الموضوعات التي كان يعبر عنها القدماء حتى الشاعر الكلاسيكي اصبح يعبر عنها المعاني، حتى اصبح من اليسير غير حتى ولا سهل. على ماذا؟ على من يقرا قصائدهم ان يتذوق نكهه الشعراء العباسيين والاندلسيين. يعني غير حتى اصبح يعني سهل. اذا كتقرا القصائد ديال الكلاسيكي يعني كتقرا المحمود سامي البارودي كانك تقرا المتنبي او ابو تمام وابا العلاء المعالي. يعني ممكن هذا السؤال يعني كان يقول لي استاذ كيفاش غادي يجينا هذا السؤال في الامتحان اللي غادي يدوي، ممكن يقول لك السؤال في المؤلفات مثلا ابرز خصائص تيار الاحيائي. يعني هذا هو السؤال غادي تكتب لي هذا الشيء. يعني هذا هو السؤال. لا ممكن يقول لي عاوتاني ابرز دور الدراسه الكلاسيكيه في تطور الشعر الحديثي. انا غادي نجاوبو بكا. اذا الاخوان ملي شفنا دور المدرسه الكلاسيكيه بكا غادي نقولوا سالينا المدخل، غادي ندخلوا القسم الاول اللي غادي يدوي فيه على المدارس الرومانسيه وغادي يدوي على الشعر. ولكن الاخوان باش ما نطولش عليكم الفيديو يعني غادي نقسم هذا الفصل كما العاده الى قسمين باش تفهموا المدخل. يعني الجزء الاول دوينا فيه على المدخل، يعني اشنو هما الاشياء اللي بدا بها المعداوي التطور ديال الشعر العربي الحديث. في الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا دور المدرسه الكلاسيكيه، عفوا غادي نشوفوا القسم الثاني، القسم الاول والقسم الثاني. القسم الاول غادي يدوي فيه على نحو مضمون ذاتي، يعني عن طريق مجموعه ديال المدارس، ثلاث مدارس، ابولو والديوان والرابطه القلميه. ثم غادي نشوفوا الشكل، يعني نحو شكل جديد، يعني شكل جديد للقصيده الرومانسيه. الاخوان يعني بكا غادي يكون ساليت الفيديو ديالي. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير المتابعه وما تنساش انك دير لايك وتبارطاجي الفيديو مع اصحابك او تبارطاجي القناه مع باقي التلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا. شكرا لكم وكنتمنى لكم حظ سعيد ومصيره موفقه في المسار الدراسي ديالكم، وان شاء الله تحصلوا على البكالوريا بميزه جيده جدا. استاذ محمد عواد يحييكم.